السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي الغاليات. ان شاء الله كامل تكونوا بخير، ان شاء الله كامل تكونوا مهنيين مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. وبيان سور خياتي قبل ما نبداو لا فيديو ماذا بيا كامل تهودوا للتعليقات وتصلوا على سيد الخلق عليه افضل الصلاه والسلام. واليوم رايحه نشارك معكم مشترياتي لشهر رمضان. حبيت نتقاسم معكم الفرحه، حبيت نشارك معكم المشتريات تشدوا فكره مع الاسعار، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين لا مفقودين. وكما تعرفوا خياتي راني يعني نعمر في داري حاجه بحاجه، يعني راني نطلع حبه بحبه، كل مره نقدر على حاجه نشريها الحوايج اللي خاصيني، يعني ماشي هاد الحوايج عندي راني نبدل فيهم ولا حوايج ولا ما عندي جا عندي ونجدد فيهم باسكو دوك قدم، باسكو انا ما عنديش كامل ما نتاع الضياف. تعرفوني خياتي جامي نزوخ عليكم ولا هذا، وراني بديت نعمر في داري باسكو قلت لكم ديجا كان فينا الدين، كملنا الدين هذاك العام اللي فات. كنت حابه نشري شي معن كامل، مي كي درت تغيير الكوزينه بدلت الايليمو، غلفت هذاك الفايونس شريت بيه فيه، ما قدرتش باش نشري الاواني اللي كانوا خاصيني. مي هذا العام قلت نشري الحوايج اللي خصوني باسكو ولاو يجوا عندي الضياف، ما عنديش كامل لي سيرفيس شابين. اول حاجه البنات كنت شريتها واللي هي هذا السني اللي ما خلاش فيه، كنت حابه نشري صيغي. بالنسبه للصيغي يعني فيهم ثلاث سنوات مدورين يديروا 1,350,000، صغيره كامل 350 واللي الوسطانية 450 والكبيرة 550. كنت حابة نشري صيغي مي جاني غالي، قلت نشري هذه المرة واحدة مدورة، والمرة الجاية رايحة نزيد زوج يعني الوسطانية والكبيرة. خيرتهم دورين باسكو النظرة تاعهم والهمة تجي بزاف شابة، سيرتو في السني تاع لاتاي، يعني تحطي البراد في الوسط والكيسان دايرين بيه تاع الصح تجي نظرة بزاف شابة. والحاجة الثانية ثاني كي اللي كانت في خاطري وما كانتش عندي واللي هي براد تاع لاتاي، يعني كان عندي غير هذاك الموديل تاع بكري، هذوك الصفرين اللي طيبوا فيهم وكل وكانوا كيجوا عندي الضياف ونحط لهم فيه باسكو ما كانش عندي. هذا المره قلت نشري واحد باسكو ولاو يجوا عندي الضياف، حماتاتي عجوزتي دارنا اختي، يعني كل خطره يجوا عندي وما عنديش فاش نحط لهم لاتاي. هذا المره قلت نشري هذا الموديل. بالنسبه للسعر تاعو شوفوا من قبل كانوا 550 ومن بعد هودوا 480 وانا كنت خلصته 450 جاي في الضوغي. مي لا ماتيغ تاعو جايه شابه، جاي داك الحديد الثقيل يحول ما يحولش، لازم كل حاجه تستحفظوا عليها. قلت كي نولي نغسلو ولا ثم نشفو. وبالنسبه المصنوع هذايا في الترك يعني ماهوش تاع الدزاير، قلت لكم كنت خلصتو 450. نروحوا الحاجه اللي كانت في خاطري وكنت حابه نشريها العام اللي فات، مي قلت لكم كي درت تغيير تاع الكوزينه وكامل ما قدرتش نشريها هذا العام، قلت نلحق من الطريق واللي هو هذا السيغي تاع الماس. كيما راكم تشوفوا يجوا فيها 9 بياس بزاف تنفع يا البنات. شوفوا كنت متردده كل خطره نقول نشريها ما نشريهاش، مي هذه المره كانت نصحتني بها خالتي، يعني قالت لي اسي انا راني شريتها العام اللي فات ونفعتني ما تصديش وبزاف شابه، هذه المره قلت نشريها يعني ما نخليهاش في خاطري وما من نظره تاعها شابه. يعني هذا السيبور تاع الماس كيما راكم تشوفوا هنا جاي الشكل تاعو شباب يدور، ميم لوماس يجوا كامل مع بعض نفس اللون، كاين فيهم كامل احجام، فيهم اربعه اماس يعني فيهم الصغير المتوسط فيهم تاع الخبز وفيهم الكبير وبيان سيغ فيهم الشفره. كيما راكم تشوفوا صدت بزاف لي كولور، صدت النواغ صدت البلون صدت الفيغ الغوش، انا كنت خيرت النواغ هنايا يعني النواغ بهذاك الاينوكس يجيني اسورتي مع البوطاجي. بالنسبه للسعر تاعو كنت خلصتو 390، هذه لا مارك بزاف شابه اسمها نورمال موجاتك ولا مانيش غلطه. وكيما راكم تشوفوا البنات يعني جاي الحديد مع اليد متلاصقين، ماشي كيما هذوك اللي نشروهم 20,000 و 30,000 يجي الحديده تاع الموس والبلاستيكا يعني غير ملصقينهم. تخدمي بها شهر شهرين راح يطير لك هذاك الموس، ولا كنت تفتحي بهم حاجه يعني قاصحه دجاج كونجيري ولا رايحه يتهرس لك. مي البنات هذوما جايه كامل الحديد تاعهم لاصق كيما راكم تشوفوا هنا، راني نوريكم فيها هذيك الشفره تاع الدجاج ولا تاع الحمي، ماشي تاع حاجه اللي يعني تفرصوا عليها تخافوا تتهرز ولا. المهم البنات قلت لكم هذا كان في خاطري العام اللي فات، كنت حابه نشريه مي ما شريتوش. هذا العام قعدت متردده نشريه ما نشريش، ومن بعد مني نصحتني خالتي قالت لي ما يصدوا ما يصرى لهم مالو وعمليين بزاف، قلت نشريه منه ديكور منه يعني رايحه نحتاج فيه كامل اللماس هذوكا مام في هذه اللي تسن الخدامه في هذاك المقص، والمقص ما تحقروش ماهوش حافي جربت به شحال من حاجه يمقص علامه، مام في هذه تاع البطاطا
البطاطا جايه كامل تاع بلاستيك، مازال ما جربتش بها، مي تبالي ماهيش سوليد، مي كاع وتتهرس ولا تخسر ديجا عندي وحده اخرى. كيما راكم تشوفوا هذا هو السيري تاع الماس يعني بالسيبو كامل، وقولوا لي واش رايكم فيهم. هنا البنات انجوا لهذا الطبسي، شوفوا البنات هذا الطبسي شت بازار الاغا كان حاطوه في لاباج تاعو، وشوفوا غير شتو مدالي عقل يعني عجبني بالبزاف. كان حاط هذه لا فوتو كيما راكم تشوفوا هنا، يعني قلت ندير فيه فاكهه، هو تقدري ديري فيه فاكهه، تقدري ديري فيه لحم، تقدروا ديروا فيه التومه واش تحبوا، يعني حتى وكان اللي يديروا فيه حوايج مع سلين زلابيه ولا. المهم صدت دو موديل ولا نقول لكم زوج احجام، صدت الحجم الكبير كان 50000 واللي قل منه كان 40000، كنت جبت الحجم الكبير اللي كان السعر تاعو 50000. يعني جايك الطبسي ولا كيسنيوه ولا، وانتم قولوا لي واش نقدر ندير فيه. هذا بالنسبه لهذاك الطبسي، قلت لكم انا خممت اني ندير فيه الفاكهه. نجو للحاجه اللي كانت في خاطري وما كانتش عندي بالنسبه للمغارف، ولكم سيري تاع المغارف. بالنسبه للمغارف انا عندي دوغي، راني ما نشاركهم معكم مي البنات. انا الغلطه اللي كنت نديرها كنت نشري من كل حاجه زوج زوج، يعني جا رمضان نشري زوج غرافه، زوج طباسه، زوج كيسان شابين، حتى المغارف هذوك الدوغي شريت زوج مغارف وزوج فراش، لصقامو لي 40000 ولا، باسكو ما كانوش يجوا عندي ضياف. مي دوكا البنات كي وليت ندير عرضات ويجوا عندي ضياف نحب نحط لهم دوغي، يعني مغارف دوغي ولا هاك لي سيرفيس شابين، مي ما عنديش، ما نقدرش نحط زوج لون ولا زوج لون. هذه المره يعني اخر مره كي كنت عرضت شيخي كامل، قلت المره الجايه باذن الله نشري كامل سيغي تاع سيرفيس تاع مغارف، يعني نشري كامل مع بعض. كنت شفت هذا الموديل جاي بزاف شباب كما راكم تشوفوا هنا، راني يعني وريت لكم في لافوطو، جايين المغارف وجايين مخدومين يعني هكا منقوشين، النقش تاعهم بزاف شباب، جايين في الدوغي. بالنسبه للدوغي ما تقولوش يحول ولا، انا ديجا راه عندي موديل نطيب بيهم ناكل بيهم ما شاء الله. هنا بالنسبه لهذوما كنت خلصتهم 350، يعني في الخطره الاولى كان السعر تاعهم 390، نقص لهم 40000 راه دايرهم 350. فيهم المغارف الكبار، فيهم المغارف الصغار، فيهم الفراشط، فيهم الفراشط الصغار، وبيان سيغ فيهم الخدامه. يعني دوكا كون يجيني ضيف ديجا راني تهنيت من المغارف، مازالوا لي سيت دو تابل وهذوك الخويتمات تاع لي سيرفيات. ميم الخويتمات تاع لي سيرفيات عندي يعني غير زوج تاع لي سيرفيات، قلت لكم كل مره نشري زوج. مي المره الجايه كنت نشري 6 مع بعض. هنا البنات ثاني كنت شريت هذا اللقاط، هذا يرفدوا به السكر تاع الحجره، مره تعرضت على قهوه ويعني حط السكر وحطوا هذاك اللقاط، صدقوني يا البنات الهمه تاعو بزاف شابه، يعني بدل ما ترفدي بيدك ترفدي هكا به السكر، يعني نظره ما شاء الله. كنت شريته ديميل. هنا البنات ثاني كنت شريت هذه تاع الزيت، يعني هذه الفشفاشه هكا تاع الزيت، تعمروا بها الزيت وتخدموا بها، يعني تحبي ديري في لي بلا تاع الكاطو ولا تحبي ديري فلفل في الكوشه ترشي هكا من الفوق، ولا قلت لكم لي بلا، ولا زعما راح ديري حاجه تحمريها في المقله وما تديش بزاف الزيت، تحمري في هذه القرعه الزيت وتبلعيها وتبسطي عادي. وانا راني حابه يا البنات ربي ان شاء الله يوفقني، راني حابه نشري مقلات هوائيه يعني قبل رمضان، راني درت لها الفال. انا ديما كي نكون حابه نشري حاجه ندير لها الفال، يعني درت الفال بلي نشري مقلات هوائيه ونولي نخدم بهذه القرعه تاع الزيت. كما تعرفوا المقلات الهوائيه تمشي تشغل تستعملوا فيها غير مغرف، واللي يكون عندها مقلات هوائيه ماذا بيا تنصحني تقولي اسكو نفعتها ولا لا، وبيان سيغ ثاني كتقول لنا السعر تاعها. هنا نروحوا للسيرفيس. شوف بالنسبه لي سيرفيس راني حابه ندير سيرفيس كامل، باسكو قلت لكم راه كل حاجه عندي زوج زوج، قلت بدل ما نشري سيرفيس كامل من دارا وجديد، يعني نعاود يعني نشري غرافه جدد وطباسه وكامل، نكمل غير موديل اللي عندي، يعني عندي هذا الكاري وعندي منه بزاف طباسه، قلت نكمل منه. يعني هنا شريت زوج غرافه، زوج طباسه تاع الماركه، وطبسي تاع البوراك. بالنسبه للموديل تاعي الاول فيه الدوغي في الحواشي، مي هذا جاي كامل سامبل، السامبل يديروا 20000 واللي فيهم الدوغي يديروا 25000. حبيتهم سامبل باش يدخلوا الميكرو اوند، باسكو الدوغي هذاك من الوقت واحد اخر رايح يطير بالغسيل ولا في الميكرو اوند ولا رايحين يكحلوا. بالنسبه لي عندي انايا ديجا الدوغي
الباري تاعهم بدا يروح. على هذاك جبت هادو ابنه كيما راكم تشوفوا البنات هنايا زدت غير زوج زوج وديجا راهم عندي زوج يولوا ربعه. المره الجايه بربي ثاني رايحه نكمل سيرفيس نزيد زوج غرفه ولا ربعه غرفه ونكمل كامل طباسه باش يولي عندي سيرفيس كومبلي يعني. وديما البنات ننصحكم كي تحبوا ديروا سيرفيس تاع الطابله يعني تاع رمضان ولا تاع ضيف ركزوا على لون موحد يعني بياض ولا غوج ولا سيسو ننصحكم باللون الابيض. ميم نهار واحد اخر يتهرس لك طبسي ولا تقدري تزيدي معاه موديل واحد اخر. مي كي تكثروا الالوان تاع الصرح راحين تتغبنوا وميم النظره تاعهم ما تجيش شابه في الطابله. هنا نروحوا لهذا الميزان. ثاني الميزان تعرفوني نصور لي فيديو نحتاج بزاف الميزان باش نعطيكم كل حاجه والقيس تاعها. ما كانش عندي وبورتو ماهوش غالي. كل مره كنت نقول نشري ما كتبتش حتى لهذ المره كنت شريته. بالنسبه للسعر تاعو كنت شريته 60000. كاين بزاف لي موديل كاين من 60000 حتى 350. انا كنت جبت هذا باسكو هذه لا مارك ديجا عندنا في دارنا عندها قريب 6 سنين ولا 7 مازال كيما هو. هنا ثاني البنات حبيت نشارك معكم هذا السيبور. شوفوا ولا نقول لكم حامل البابي كويسون السيلوفان تقدروا فيه الال ديروا فيه الومنيوم ومن الفوق تقدروا ديروا فيه لي بواط تاع لي زيبيس ولا نتوما واش تحبوا. هنا راني وريت لكم في الكرتونه باش تفهموا الشكل تاعو واش تستعملوا فيه. وهنا رايحه نفتح لكم وتشوفوا. بالنسبه لهذا السيبور كان السعر تاعو 300000 يعني الوقت اللي كانوا لي بري زايدين. من بعد البنات نقصوا فيه داروه 250 وبعد داروه 200 وانا كنت خلصته 150 كيما راكم تشوفوا. خيرته في البلون ديجا وقيت فيه البلو وفيه النوار كنت خيرت البلون وقلت نبلاصيه في الحيط يعني هذاك البابي الومنيوم ولا سيلوفان ولا ديجا يكون في مبلاصي في الحيط خير ملي دايرته في القجوه. وكي نحتاج نونبالي طبسي ولا ديريكتومون نجبد يعني نجبد واش راني حابه ونقطع بهذه العفسه اللي راكم تشوف فيها. ومام النظره تاعو شابه وقولوا لي واش رايكم فيه. هنا البنات نروحوا لاخر حاجه كنت شريتها. كنت شريت هذا البابي يعني يغلفوا به ورق اللاصق تغلفوا به تحت البوطاجي ولا فوق البوطاجي ولا قادرين تغلفوا به لي زيليمون من الداخل ولا قجوره انتم واش تحبوا. انا رايحه نغلف به القجوره تاع البيفي ميم لي زيليمون من الداخل ثاني حبيت نغلفهم يعني باش تسي حاجه ولا كاش حاجه تولي يولي هذاك المابل محضي واللي يبقى لي راح نديرو تحت البوطاجي. هنا راني نوريكم في هذاك السني تاع لاتاي يعني بعد ما حطيت له بورت كويير بورت سيرفيات كنت شاركتهم معاكم في الفيديو اللي من قبل. واللي مازال ما شافتش المشتريات تاعي اللي من قبل خليه لكم في صندوق الوصف. اضغطوا على صندوق الوصف رايح يخرج لكم المشتريات اللي كنت شريتهم من قبل. واللي راه حابه تزيد تشوف المشتريات اللي راني رايحه نشريهم وما هيش مشتركه في القناه نقول لك اشتركي وفعلي الجرس. ان شاء الله باذن الله قبل رمضان راح نزيد نشري مشتريات هكا باش يطلع لك الفيديو. وهذو هما كامل المشتريات يعني. شوفوا البنات دوك راني حابه نركز على الماهن تاع الضيف. الماهن تاع الضيف ما عنديش قلت لكم كل خطره نشري غير زوج طباسه قيسي وقيس الزوج. مي دوكا كي ولاو يجوني الضياف كامل والله لا وليت نتغبن يعني راني نعمر في داري حبه حبه وهذه هي احلاوتها. المهم حبيباتي المره الجايه باذن الله كنت نكمل زوج سنوات وخاصيني لي تيرمو وبيان سور فناجل تاع القهوه وسكريه في الدوغي ومقلاه ان شاء الله باذن الله ربي يوفقني نشريهم وبيان سور نشارك مع خياتي. وهنا وصلنا لاخر الفيديو لكم ان شاء الله الفيديو كان عجبكم ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم. لاول مره تشوف قناتي نقول لك اشتركي حبيبتي وفعلي الجرس تاع صح ما كيش راح تندمي. كل يوم فيديو جديد كل يوم روتين جديد. ومشتركاتي حبيباتي الغاليات نقول لكم نحبكم نموت عليكم. اللي راها متمنيه شي حاجه يا ربي يرزقك ما اكثر من راكي تتمنى يا ربي يعطيكم ما تتمنى وربي يفرحكم ربي يوفقكم. تهلاو لي في روحكم كامل نحبكم كامل نتمنى لكم الخير وما تنساوش تشاركوني بارائكم في المشتريات تاعي. سلام سلام.